مرحبا فيكم مشاهدينا وين ما كنتم عم تتابعونا من خلال قنوات اي ار تي امريكا واستراليا حلقه الاسبوع ضمن عده مواضيع ولقاءات منها عن روتس فور لايف مع السيدة زينة آسم غالب انديل المحلل السياسي ومدير مركز الشرق الجديد للدراسات عن احصائيه مؤسسه ستاتستكس ليبانون اللي ما اوردت اسمه بين الشخصيات الاكثر ظهورا بوسائل الاعلام لعام 2013 الامر اللي خلى الاستاذ انديل يعبر عن سعادته بالموضوع من خلال اسطر كتبها على صفحته الخاصه على الفيسبوك بول الرئيس السابق ورئيس الهيئه الدوليه لمركز سرطان الاطفال سنجود وذلك على خلفيه فوز المركز بجائزه الشارقه للعمل التطوعي وكان سلم الجائزه الاستاذ ادي بحضور ولي عهد ونائب عام الشارقه الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، الجائزه تعد الاولى من نوعها على مستوى دولة, دوله الامارات والعالم العربي لدعم العمل التطوعي بشكل متكامل، مركز سرطان الاطفال بلبنان عالج من تاسيسه بالعام 2002 اكثر من 900 طفل من لبنان والعالم العربي وعاين اكثر من 2200 حاله اخرى نسبه الشفاء 90% في حاله اللوكيميا واكثر من 80% بحالات سرطانيه اخرى هالجائزه اجت باليوم العالمي للسرطان اللي بصادف في 4 شباط فبراير بنبدأ حلقتنا مع يوم التبرع بالدم لهالمناسبة انتظار صالات السينما الفاكس بالسيتي سنتر تحولت إلى مكان للتبرع بالدم فلمناسبة اليوم العالمي للسرطان يلي بيصادف الرابع من شهر شباط من كل عام أرادت جمعية دونيس سان كونتي حشد أكبر عدد من المتبرعين بالدم لمركز سرطان الأطفال سانت جود نحن جمعية دوني سان كونتي هدفنا نخلق توعية عن أهمية تبرع بالدم بلبنان نحن كمان سنتواصل بين عالم عايزين وعالم محتاجين، سو عندنا عالم تقريبا 15000 شخص مسجل معنا وعند الحاجه من لهم تنزلوا يتبرعوا من دون اي مقابل اكيد هلا نحن بمناسبه اليوم العالمي للسرطان نظمنا حمله بفوكس سينما بسيتي سنتر و دعينا العالم يتبرعوا بالدم باخر نهار كنا متوقعين نسحب بحدود 60 70 كيس خلص نهارنا ب 95 كيس دم وراحوا كل هالكيس لمركز سرطان الاطفال سنجود بال بي ام سي يعني حمله كانت ممتازه كان حتى معنا جمعيه ثانيه كمان أه بتشتغل مع اطفال مصابين بالكانسر اللي هو جمعيه تشانس وكانت اويرنس كثير حلوه أه متطوعين كان في عندنا كثير كثار العالم لقيت تجاوب كثير حلو من عالم ما بنعرفها تعاطفوا مع الموضوع ودغري مدوا ايديهم وقالوا لنا بنبرع بهالمناسبه الهدف هو باختصار يعني واضح الهدف هو انه نقدر نساعد كل مرضى السرطان بشيء اكثر من انه نحن نساعدهم معنويا او ناخذ صوره معهم او نفكر فيهم، لا ننزل نحن نمد ايدينا، نعلي كمامنا ونساعد افكتفلي على الارض. كل مريض مصاب بسرطان بيعوز كثير دم وبغير، بيعوز بلاكات وبعوز الدم. ونحن اقل شيء علينا نوقف حد حدهم من هالطريقه لانه هن بس حدا يعوز منهم بيصيروا يدقوا ويعملوا تليفونات وبيرموا حواليهم بهدف مساعدة كل مرضى السرطان وبالحاجة الأساسية هي تأمين الدم وبهدف تأمين التوعية لأكبر كمية من الناس جمعية دوني سان كونتي مستمرة بمسيرتها العطائية بالأشهر القادمة يجدر الإشارة أنه كل كيس دم يتم التبرع فيه بخلص ثلاث أشخاص اهلا وسهلا استاذ بول ادي ومبروك الجائزه مره تانية اول مره هالجائزه تقدم من الشارقه لمركز سرطان الاطفال سان جود وتم دعوتك شخصيا لاستلام لا الجائزه وايضا منحه وسام خبرنا كيف صار هذا الشيء وأهمية هالأمر على المركز على الأستاذ بول إدي حضرتك مهندس وأيضا حاصل على الدكتوراه ريت تخبرنا أهمية هالجائزة أول شيء بدي مسيكي بالخير وبدي أشكركم عن كل حالة على الفرصة هيدي السعيدة الحقيقة أنا كبول إدي أنا فرد من مجموعة وبفضل خير ركز على المجموعة هلأ مؤكد مهندس وإحنا في كتير مهندسين ودكاترة معنا بالمركز آه خليني أحطك بالصورة قضية جائزة الشارجة لأول مرة بتاريخ المنطقة العربية وشرق أوسطية مبادرة بتصدر عن الشارجة وعن الحقيقة حاكم الشارجة بتخصيص جائزة لأفضل عمل تطوعي في المنطقة العربية وفي الشرق الأوسط مه. وكان مركز سرطان الأطفال المركز الأول في المنطقة العربية هاللي هو بيحصل على الجائزة وحقيقة دعيوني شخصيا بصفتين صفتي لأنه أنا مسؤول عن العلاقات الدولية وأولا ثم كنت المبادر في فتح قنوات معينة مع المنطقة العربية وخاصة المنطقة الخليجية اللي هي منطقة منفتحة على اللبنانيين ومنفتحة على الطفل ومنفتحة ومنفتح على كل شيء له علاقة بالتوعية وبتشجيع المتطوعين بيعتبروها هذه رسالة للأجيال الصاعدة أن تهتم بشأن المجتمع نحن الحقيقة ثقافة الخدمة الاجتماعية اللي بنسميها كوميونتي سيرفيس هيدي ثقافة منا موجودة كثير بلبنان هي لها طابع الانجلو ساكسوني رغم انه حاتم الطائي وعندك الكرم العربي والى اخره انما ما عندنا هالثقافة هيدي الجايزة كانت انه هالعمل هيدا الجايزة انعملت للهدف التوعية والتوجيه وتكريم الافراد لتشجيع الشباب والشابات للانتقال الى الخدمه العامه اذا بدي ارجع شوي لتاريخ المركز كيف تم تاسيسه ومين الاشخاص يلي اسسوه للمركز وليه اصروا على انه يكون عمل تطوعي بهالضخامه هاي مركز سرطان الاطفال هو تابع لمستشفى اسمه مستشفى سان جود في امريكا في منفس تينيسي لمعلوماتك ست لينا كثير مهم اللبنانيين يعرفوا في لبنان وفي الخارج وخاصه الدياسبورا في الخارج انا متاكد عم يسمعنا بامريكا لابد بيعرف بالامور هيدي في شخص اسمه مزياد يعقوب من بشري ترك لبنان بال 52 معه 10 دولار بجيبته وراح على امريكا هو كان كان يسموه كلمه يمكن حلوه هيك قديمه كلاكوز يعني كوميديان راح بلش يعمل انترتينمنت بامريكا التزم هو عمل تعهد بليج انه اذا ربنا ساعده وخلوه نجح بامريكا هو بخصص أول مدخول مالي كافي لتأسيس مستشفى لسرطان أطفال على أن يتم معالجة الطفل دون أي بدل على الأهل بأول خمسين ألف دولار أخذ أرض بمنفس جمع حده لبنانيين من جمع حده أمريكان من أصل سوري ولبناني تحت اسم ألزاك أي أل أس أي سي ألزاك معناتها أمريكان لبنانيز سيريان اسوشيشن تشاريتي، شوفي انت اللبناني والسوري مم. والعربي كانوا يتعاونوا لخدمه المجتمع وخدمه الطفل وبالماضي ما كان يفرقوا بين لبناني وبين سوري يعني. نيت. ثم واليوم مجلس الاداره اليوم 100 عضو 90% من الاعضاء هم مؤكده امريكان سكند generation او ثيرد جينيريشن بس كلهم من اصل سوري ام لبناني. مم. لما نجح المركز وقلع انتقل من موازنه ألف دولار بالعام الـ 62 الى مليار دولار اليوم. والمليار دولار اليوم ستلينا كلهم فاند ريزنج كلهم مال عم, عم بيخدو بزيارات بي وببرامج داخل امريكا والشعب الامريكاني بيشارك وبتعرفي بامريكا بتحطي مال بسموه تاكس دكتبل يعني بيخصموه من ضرائبهم انما في وعي بهالامور هيدي التزم هو قال انا ابن بشري انا بدي اعمل مركز بلبنان بالتسعين بالتسعينات اخر التسعينات إجا على لبنان وقال بدي أركب مركز هون بعد سنتين حرام توفى اخذ عنه شخص اسمه ريتشارد شديا كمان من بلوزة من الشمال ريتشارد كمان امريكاني قال انا بدي كفي بالمهمه اتصل بشخص صديق اسمه ناصر الشماع بيير ابو خاطر رحمه الله عليه جوع سيلي نعوم خطار عم عم خبرك عن مؤسسين هالقنية نعوم خطار محامي قبلنا النقيب ميشيل خطار كمان حرام توفى ونبيل حرفوش واسسوا هالمركز بال 2001 دعوا افراد مثلي انا اختاروهم يعني من حظي انه اختاروني انا لانه هيدي احلى فرصه كانت لي انا انه اخدم المجتمع واسس المركز بال 2000 وبال 2002 باشرنا بالتعاون مع الجامعه الامريكيه لانه بدك مستشفى جامعي يتعاون معنا لانه احنا ما عندنا رخصه لهالشغله هيدي والحقيقه على وجه الخير للاثنين للمرحوم رفيق الحريري ووتربري اللي هن اتفقوا انه يكون في مركز بالجامعه لانه الجامعه الامريكيه عندها خصائصها لا ترضى أم. ان يكون هناك مركز غير شيء تبع لها نحن شركاء مع الجامعه وحصه من مستشفى السنجود وبشرنا بالعمل بشرنا ب طفل مستوى نسبه الشفاء بسنه 2002 و... كانت 50% باللوكيميا يعني سرطان الدم و30% بالسرطانات الاخرى بالامراض الاخرى اليوم ستنا انا الحقيقه بيقولوا اي ام براود انا الحقيقه فخور وبتشرف اولى على التلفزيون عليكم انتم انه نحن اليوم توصلنا الى نسبه كيورنج فاكتور شفاء 92% باللوكيميا واو وفوق 80% بالاذر ديزيزز نحن اول مركز خارج امريكا يعتبر من اهم المراكز في معالجه سرطان الاطفال لماذا بتعاوننا مع مستشفى جامعة الأمريكية بتعفي عندهم جهاز طبي استثنائي وبحصة نحن من مركز من من مستشفى سان جود اللي هو أهم مستشفى في العالم مع مركز أبحاث يخصص لأبحاثه حوالي نصف مليار دولار سنويا لتطوير بروتوكولات المعالجة السرطانية في العالم هلا مركز سرطان الاطفال اخذ اخذ هلا هل 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 مش هل اخذ اطار معين لانه عالج تاريخ اليوم فوق 900 طفل و الحقيقة عملنا يعني كشفنا على 3000 حالة دون أي بدل ودعمنا مستشفيات في لبنان دون أي بدل ونستقبل من ما أتى نحن مركزنا ريجنال إقليمي إنما الحقيقة إذا إجانا واحد من تومبوكتو أو من أفغانستان أو إجا من البرازيل أو إجا من أستراليا يا أهلا وسهلا فيه إذا عندنا مكان نعالج الطفل دون أي بدل ما في شروط ما في واسطة في شرط واحد إن كان له المؤهلات الطبية أن يدخل يعني الطفل اليوم ستنا إذا أجا وتم علاجه بأحد المستشفيات لا يمكن أن نأخذه هو شو بنعمل بنساعده بندعمه بنعطي طبابة شوي بنعطي أدوية يعني ليه لأنه في بروتوكولات طبية بدك تلتزم فيها من آلاف لليه بتروحي عند حكيم بتقيله بيعالجك بعد جمعتين بتروح عند حكيم تاني ما راح يقدر يعالجك من السفر عن جديد يعني مجرد ما يعرف لازم يرجع للمركز بس يكون شخص ولد عنده مشكله اذا بمستشفى ثاني عرفوا انه معه هالسرطان وما عندهم إمكانية يعالجوه او بحبوا يتعالجوا عنا بدهم يجوا دغري على مركز سرطان الاطفال اذا الطبيب المدير الطبي يعني الدكتور حسان الصلح و يعني مثل سمر مؤقت والى اخره مع هنا شعيب المدير العام اذا وافقوا بفوت دغري لانه يعني في شروط طبيه انا ما فيني اشرحها ولا 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 هي محطه اليوم تسمح لنا لهالشيء. استاذ ادري طالما المركز بيعتمد الدراسات وكل الامور المتطوره بكافه المجالات هل هناك من دراسات او ابحاث اشارت الى سبب آه آه تعرض الطفل للسرطان وخاصة أنه اليوم عم بيولد من أول يوم عم بيكتشفوا أنه يعاني الطفل من السرطان نعم نعم, نعم نحن, نحن من, من, من يوم صفر أوقات عم نستقبل الأطفال من يوم صفر ل 18 معناتها أنه في أولاد بعمر 3 أشهر 4 أشهر معه السرطان سيدتي أنا ما رح أكتشف البرود اكتشف من زمان البرود وأنا ما عندي الكفاءة ولا الصلاحية ولا الحق أن أقول ما هي الأسباب لتجعل من السرطان امر اصبح تقريبا يومي ومتفشي انما اصبح معروف اليوم انه قضيه جينيه جزءا جينيا ثم في عندي قضيه البوليوشن، يعني اليوم البوليوشن هي عم بت مش بس انه عم نحكي عن بوليوشن من الدخان المتصاعد او السيارات البندوره الخضره يا جماعه اللي عم ناكلها نحن ايام جدودنا وستنا كنا نزرع بجنينه بدون ما نحط لا في كيماويات ولا في شيء، كانت العالم تاكل واوقات ما تعيش كثير لسبب بسيط، ما كان في بنسلين وما كان في هالدواء اللي هو اذا صار معهم بنمونيا او مشكله ما كان يطلعوا منها، هذا واحد، فاذا عندنا هالمشكله هيدي انه في عندنا بوليوشن، تاني شيء الحرب اللبنانيه والحروب في العالم خلق جو نفسي يؤثر على الميتابوليزم، بياثر على الانسان، من هيك نحن بنعتبر انه 50% من العلاج يأتي من معنويات الإنسان من الطفل من هيك في مركز سرطان الأطفال عنا تسعين متطوعين متطوعات ومتطوعين تحت إشراف كريستيان مكارم عملهم يتابعوا الأهل والطفل من هيك بس فوتي على مركز سرطان الأطفال منور بضوي الضحكة على تمهم الاولاد يعني حتى انا بعرف بدءا من الخارج من حيطان على, ما على, تدخل. على ولد محمد طب طابا يمكن مات من من بال 2011 امه بدنا نعطيه شهاده بتعرفي نحن المركز الوحيد بلبنان اللي اخذنا رخصه من وزاره التربيه والله يوجه الخير لوزراء التربيه جميعا ونصبح بنعلمهم بنعلمهم عندنا والامتحانات الرسميه م. ما بنسى بدنا نقدم الشهاده للصبي الصبي كان وضعه سيء كان ما احلى تجي امه والحقيقه اجت امه من بعد ما مات يعني مات الصبي حلو. اجت امه بتقول انا مات محمد بس أنا كل ما بدي أتذكر محمد أنا عم بحكيها وأمه موجودة بتطلع فيكم بالأطباء وأنا بتذكر محمد لأنه أنتوا اللي عملتوا أنا ما عم بحكي لك عن مركز الأطفال أي عمل خدماتي للمعاقين للأطفال عندك برنامج بعد شوية حيكون مع مع الست قاسم يعني هالأشخاص هل اللي هن اليوم عم بيتعذبوا عندك وضع ترومات في عنده يعني سموها تروما تروما كل العالم عندها تروما هل يصاب في بيته بتعرفي لما بيصاب انسان ببيته اخته وخالاته والعيلة والقرايب والسليله والمحيط والمجتمع كلهم بينضربوا نحن مسؤوليه المجتمع اللبناني المجتمع العالمي مثلا بتحكي عولمه بالعولمة بيبعثوا لك الدواء ما بيسوى والكيماويات العاطلة بالعولمة السياسة تخرب البلاد بالعولمة بيعطوك لك سلاح بالعولمة كمان عندك مسؤولية هلا هالمرض هذا ما عنده جواز ولا عنده فيزا تيجي على لبنان او يروح على سوريا او يروح على على مصر او يروح على على اي محل في العالم نحن بدنا نعولم الرساله الموجهه الى اللبناني في الدياسبورا يعني خارج لبنان ليكون حصة ليس فقط من مجتمعه في بلاده إنما حصة من مجتمع اللبناني أيضا ما هو بينبسط وأنا كنت بالأرجنتين اليوم بيموتوا باللبناني وبيحبوا يقولوا هن اللبنانية عندكم مسؤولية المسؤولية هي التوعية والمشاركة في تحمل مسؤولية المجتمع، يا جماعة ما بفهم أنا كيف العالم بيعيشوا، هلا معقول يجارك حدك إذا ساخن شو بتعملي؟ أنا بالماضي كنت روح عندنا مرة حد جدة بدي بقدي، احمل جرة، يا كان خدمة لأنه أنا كشافة كنت تعلم بالكشافة كيف أخدم. هي خدمة المجتمع، وين بعد في خدمة المجتمع اليوم؟ وين في كشافة اليوم؟ وين في نحن شو عم نتعلم اليوم؟ أي ثقافة؟ مركز سرطان الأطفال يخدم الطفل لأنه مستقبل الأوطان هو الأطفال ومستقبل لبنان طفل وفي يكون أنت عندك بجسم سليم العقل السليم صح أنا بدي أشكرك انتهى وقتنا أرامة تبرع المركز كانت عم تقطع طيلة لقائنا بنفتخر بلبنان وأنا كلبناني أنه عنا هيك مركز إن شاء الله ولكن سريع بدي أعرف منك أنه عم تعملوا شيء بالأرجنتين وبلندن نعم كنا بلندن من أسبوع آآ آآ رئيس المركز ونحن والأعضاء حنعمل UK بيز شابتر للندن والحقيقه الله يوفقنا مع اللبنانيين هناك بالارجنتين نعم اجتمعت مع وزير الصحه اخوان لويس منصور اصله من الجنوب لبناني ساعدناهم هناك بتامين المركز تبعهم وعم نحاول نعم مراكز بالخليج عملنا مركز عملنا عمل مراكز منا طبيه مراكز يو كي بيز للتشدرن كانسر سنتر اوف لبنان نحن تكون نفتح المجال قدام اللبنانيين في الخارج يدعموا مركز لبنان ويدعموا الطفل في لبنان وفي المنطقه العربيه بجع بقول نحن مركز في لبنان نخدم المنطقه العربيه بكاملها كلنا كثير مهمه صح التبرع مزبوط. مش لنا نحن للمنطقه العربيه نعم انا بدي اشكر حضرتك اهلا وسهلا فيك مجددا بعد الفاصل وايضا رح نتابع بحلقتنا ومعنا السيده زينه آسم اهلا وسهلا ست زينه كنا عم نحكي مع الاستاذ أدي عن مركز سرطان الاطفال وحصوله على الجائزه وذكر حضرتك وكافه الجمعيات اللي بتشتغل بلبنان للتوعيه من عده امور وبعرف انه روت لايف عم تشتغل وبتشتغل من قلبها ومش بس لوكلي عم تجيب اشياء من الخارج لتقدمها للبنانيه ولكافه الامور اللي بتعنى فيها الجمعيه ولكن مستورد من الخارج لحتى تكون على درجه من هيك الاهميه ست زينا تأسست رود فور لايف بال2011 بتعنا بعدة مواضيع ومؤخرا الموضوع الأبرز هو أنه عم بتدربوا الجيش وعم بتدربوا أيضا عرفت على الإسعاف والأمور للإنقاذ ليه اخترتوا هالطريق؟ نحن بنغطي برامج إنقاذية عالمية حق الحصرية بأمريكا من الأمريكان كولج أوف وهلا صارت منشوره باكثر من سبع 70 دوله بالعالم وقدرنا نغطي تكاليف هال هالدورات مع التعاون مع الاي بي ام سي وهو هنيك مركز التدريب اذا زبط بدك واثبتت انه النتائج انه عم بتساعد كتير هالحكمه عم ندرب حكمه ومسعفين الصليب الاحمر اللبناني وهلا بشباط رح نبلش الكورس النرسات شو الامور اللي بدربون تحديدا؟ شو بتعطون كورسات بشو؟ هيدول دورات يعني بروتوكول معين للانقاذ اذا بدك بيدربون على بروتوكول منهج موحد لكل اصابه لحتى يقدروا يسعفوا ال ال الانسان الـ الـ يعني ان كان تعرض لحادث او إن لاي امر تعرض لحادث اي حادث كان مش بس حوادث السير فيها تكون حادث ورشي فيها تكون انفجار فيها بأوضاع فيه اوضاع هلا اللي عم تمرق فيها البلد بتساعدهم يبرمجوا يعني يبرمجوا معنويات معلوماتهم وبتساعدهم بالتشخيص السريع والعلاج السريع باول 60 دقيقه بعد وقوع الحادث اللي عالميا بسموها الجولدن اور اوف تروما هيدي اللي بدنا نحن نقدر نخلص اكثر شيء ضحايا بلبنان قديش عم بيكون ب... التجاوب معكم من قبل الصليب الاحمر من قبل الاطباء الصليب الاحمر شريك معنا uh -huh. صرنا مدربين معه يعني مدربين من من عندهم 110 مسعف من الصليب الاحمر وقالوا لنا انه ب... هالبرامج ساعدهم يعني برملون كل مع يعني التعاطي مع المصاب لحديت 70% مه. <applause> حلو ولانه كانوا مثلا كانوا يعني يبلشوا العلاج على الارض وبعدين ينقلوا للمستشفى يعني او للمكان الصف بيعلمهم انه ليه they have to assess the scene وينقلوا المصاب بعشر دقائق لو لا بيسقطوا الصف 10 دقائق لازم المصاب يكون بالطريقه المنهجيه اللي لازم عم بالاسعاف ويخلصوا الشغل بالاسعاف لحد ما يوصل على على الطوارئ لحتى يستفيدوا من هذه الستين دقيقه واكيد قديش وقت الزمن للدوره التدريبيه؟ هن الدوره التدريبيه, هني الدورة التدريبية للحكمه اسمها Advanced Trauma لايف سبورت كورس بالجامعه الامريكيه الاي بي ام سي بتصير بالويك اند جمعه سبت واحد uh, نص نهار uh, بياخذوا الاكري تبعهم فحص الكتابه الكتابه ولازم يكونوا دارسين إحنا بنعطيهم لما لما بيشتركوا معنا بنعطيهم كتاب جاي من امريكا لازم يدرسوه قبل بشهر و... ولازم ياخذوا above <applause> 80 لو لا ما ما بيخلونا بامريكا نعطيهم الشهاده لانه هيدي في يعني حياه الناس متعلقه فيهم قديش عدد الاشخاص تقريبا اللي يعني تم تدريبهم حتى اليوم من 2011 صرنا مدربين حوالي 200 حكيم من 54 مستشفى بلبنان لأن إحنا بدنا نعطي فرصة النجاة لكل اللبنانية مع بعضهم يعني مهم. إن كان بالبقاع أما بالشمال أما بالجنوب أما بالجبل بيروت اه ومدربين مية وعشرة مسعفين بلشنا بس من 2013 يعني وأكيد لح بدنا نكفي ليصيروا 300 مسعف الصليب الأحمر لانه في 300 فرقه اسعاف من الصليب الاحمر وكمان عم عم, عم نعمل دورات للمدربين لحتى نصير عنا اكبر عدد مدربين لنقدر كمان نعطي غير الصليب الاحمر. يعني في شروط لحتى الواحد ياخذ هالدورة التدريبيه يدرس الكتاب وفيما فيما بعد يقدم الامتحان ويتدرب، يعني فقط الصليب الاحمر او يلي عم يدرس نيرس او يلي عم يدرس طبيب او مثلا في اي طالب بحب هالعمل الانساني لا لازم يكون حكيم للأدفانس توما لايف سبورت، لازم يكون مسعف و... وعنده درجه معينه يعني من من الاسعاف من الاسعاف. لانه الصف كثير صعب أه يعني لازم يكون ملم ملم بالامور الطبيه نعم اكيد اسمحي لي اخذ اتصال من بعد اتابع معك ألو منير الو مرحبا لينا اهلا وسهلا منير تفضل كيفك الحمد لله بخير ان شاء الله انت بخير تفضل حضرتك عم تحكي لها من فنزويلا اه كيف ايه تفضل منير لينا اول شيء اتجوزت. يه مبروك مبروك منير يعني برغم الامور اللي عم نحكيها دخلت لنا الفرح ان شاء الله بتتهنى ان شاء الله بتتهنى يا رب ويصير في عندك اولاد الله الله يسعدك ان شاء الله وجودك يا رب شكرا شكرا منير لينا يعني اقتراح <applause> نعم نعم تفضل هو في في فنزويلا وفي العالم كامل في عدة جمعيات نعم <applause> في عدة جمعيات عربية وفي عندي عربية ليش احنا ما ما تساووا زي مث مثلا يعني انه كل جمعية للجاليات العربية تلم عشان تساعد اولاد العرب الامراض في البلاد يعني بشكل عام قصدك يصير في تعاون ده. فيما بين الجمعيات آه. بفنزويلا او غير دول؟ لا نو no. يعني مثلا <applause> منير لحتى تحكي لي لازم توطي صوت التي في وتسمعني من الاباليه فقط لا غير اه okay. يعني بدل ما يعني مثلا هون في انديه فلسطينيه سوريه <applause> نعم نعم okay. اوكي احنا بنساعد في الغريب في ابن الشعب اللي هون نعم <applause> يعني بدل ما نساعد من الشعب الاولويه من العربي اللي في البلاد يعني آه فهمت عليك بدك صله تواصل شكرا لك منير بدك صله تواصل ما بين حضرتكم وما بين أه سوريا او فلسطين او اي دوله عم بتعاني من عده امور أه صحيه أه يعاني منها اي فرد او اي شخص انا بيلي بدي اقول لك اياه انه أه عاده نحن إن ببرامجنا مثل الاستاذ ادي في عندهم أرام للتبرعات فيك تقول تتصل فيهم انا بدي اتبرع اذا حابب لشخص فلسطيني اختاروا لي شخص فلسطيني هني بيساعدوك فيه أه حابب شخص من الاردن من لبنان انت بتقول لهم يعني بيكون طلبك معين وهن بيساعدوك بهيدا الامر هيك بتصور كل الجمعيات بتشتغل بلبنان او غير لبنان فشكرا لك منير على سؤالك بنتابع مع الست زينه ست زينه عجيش. صح بدي اسالك كنت عن الجيش كيف صار الاتصال فيما بينكم؟ اتصلوا آه، 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 فينا من الجيش وج... آه، و وجمعيتنا بس هذا تحضير برنامج خاص لصالح الجيش اللبناني متخصص بانقاذ الضحايا من العسكريين آه، اسمه تي تريبل سي تكنيكال كومبات كاجولتي كير أه، و يعني بانقاذ الضحايا من العسكريين بالحوادث المدنيه وكمان على بالمعارك وهيدا كتير مهم دا يعني بالظروف اللي عم نمرق فيها هلا واجتمعنا مع قائد الجيش والقياده وعم نشتغل على على تنجيب هالبرنامج كيف عم تسعي ست زينه لحتى تطوري الجمعيه وتطوري هالكورس تحديدا بما يعني الخدمه خدمه الاسعاف الفرد او الانسان إحنا بدنا نقدر ننشر ثقافه التروما بلبنان ثقافه الانقاذ اللي ما عنا اياها إحنا في كتير أمراض بيقولوا انه مات لانه ما لحقوا الحكيم ما تبعولنا كثير شاطرين وعم معه بلبنان وبرات لبنان بس هالمنهج الـ الـ هالمنهج الموحد يمكن ما كانوا يعرفوه آه نحن وبرهن انه في 40% من الموت اللي مش ضروري برا عملوا احصاءات انه في 40% الموت المش مش ضروري للناس بتموت لانه ما اجاها علاج مناسب بوقت المناسب وما كان فيها اللغه الوحده آه بين المسعف والحكيم والنيرس اللي بتبرمج لهم اولوياتهم بتساعدهم بالتشخيص السريع والعلاج السريع وهيدا اللي بدنا اياه للبنان ليستفيدوا في حكما تبعولنا والمتعافين تبعولنا والمريضين تبعولنا يقدروا يساعدوا كل هالناس اللي عم بيموتوا وما لازم يموتوا استاذ زين عم آه يمكن حضرتك آه الجمعيه الوحيده يلي محطه او ما بتوضع رقم للتبرع آه قديش هيدا الشيء رح تكفي فيه او ليه لا نحن عم من بلشين جديد هو